هنا واحدة برضو من الأماكن اللي نالها التطوير وبشكل حلو قوي، منطقة باب زويلة. في مدارس، في برضو بيوت قديمة، في شكل من أشكال التطوير الموجود زيه برضو زي ما كنا بنتكلم على المعز لدين الله الفاطمي. الباب باب زويلة خلفنا كده هو أهميته التاريخية زي باب النصر والوضع اللي احنا كنا بنتكلم فيه والأحداث التاريخية كتيرة اللي حصلت فيه وهو لآخره. فبالتالي القيمة التاريخية للمكان والقيمة التاريخية للحدث والقيمة التاريخية كمان للمشروع تعطينا الأفضلية على إنه أو تعطينا التأكيد على إنه ده واحد من أبرز المشاريع اللي بتحافظ على أثرية القاهرة، على قيمة القاهرة، على وضع القاهرة، على ريادة القاهرة إنجاز التعبير. الموضوع مش مجرد إن أنا نقوش وبوضبها، يعني هتشوفوا جمال إن شاء الله بإذن الله بعد التوضيب بعد التطوير، هتشوفوا جمال كبير قوي عامله صندوق التنمية الحضرية وعملته الجهات المعنية وبتوجيه رئاسي في هذا الإطار، هتشوفوا جمال ما بعده جمال. أنا مبسوط جدا من التجربة، مبسوط جدا من اللي اتعمل، مبسوط جدا من الكلام اللي سمعناه من المواطنين، ومبسوط جدا كمان من الكلام اللي قاله المهندس خالد والكلام اللي قاله المهندس محمد، بحيث انه احنا نوصل لمرحلة من مراحل التعافي من الإشاعات. حلوة التعافي دي، ان احنا نحمي نفسنا من الإشاعات، ما نديش دماغنا لإشاعة بتروح كده او كده. الناس بتطور المكان باحترام أصحاب المكان. استمتعنا جدا بالتجربة واستمتعنا جدا بالتطوير، وإن شاء الله بإذن الله في نهايته أو في نهاية التطوير أو في نهاية أحد مراحله أو إحدى مراحله هنكون مع حضراتكم في هذا الإطار. شوفوا كل ما يهم القاهرة التاريخية إن شاء الله هيبقى ضمن هذا المشروع. أتمنى تكون حضراتكم استمتعتوا باللي احنا قدمناه في هذا التقرير المحترم. نشوف حضراتكم على خير.